أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من
بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم.